التطريز بالإعلامية من فضلكم ومن حسن حظي ومن حسن حظها وإتقانها ليلى بن عثمان، ما إن بادرت تحصلت على قرض من بنك التضامن وانطلقت أحياناً الفكرة غير المطروقة تفتح الأبواب بدون طرقها. كل واحد يشوف صنعة تقولش عليها مخدومة باليد وهي بالحاسوب. برشا تناقل تنجم تقول معناتها عبارة مخدومة باليد مش مخدومة بالآلة متاع التريزة. فكرة هيلة. فكرة هيلة التريزة. وموجود موجود شكون يطرز بالحاسوب؟ يظهر لي مش مازال مش موجود لهنا في سوسة. أنت حتى إذا كان فما شكون يطرز بالآلة متاع الخياطة بالرشمة ويتبع مش بالحاسوب. معناتها التنقيلة موجودة وانت تتحكم فيها، تكبرها تصغرها تبدلها الألوان متاعها مش على الحاسوب أما على الماكينة. تو الحاسوب تبرمجه وانت فهمتني، تختار الأشكال اللي تحب عليها الألوان اللي تحب عليها وتعطي يعني الإذن للتابعة فهمتني، اللي ولت هي ماكينة أخرى يعني تطرز هي اللي تخدم الخدمة. أي نختار الشكل من على الحاسوب وبعدين نسجله على القرص، وبعد القرص هذا كنهزه للآلة متاع التريزة ونحط معناتها هي الشكل الأول ولا الثاني ولا الثالث اللي حشتي بيها. وتحكم زادة في الـ يعني في متر واثنين زوج متر متاع القماش. اي تحكم ماني في القماش وفي انت في التنقيلة شنية متاع الشكل شنو اللي مش نطرزه. وتوا يعني تنجم مثلا تعمل المخدة والحاف كيما بعضهم. اي كيف هو نفس الشكل وانا نعاوده معناتها بجنب بعضه نكمل ونعاود. وما تظهرش ما يظهرش فما قصة؟ لا يظهر معناتها متكامل بجنب بعضه متكامل في مشكل قسم بيناتهم. ليلى يا اخي قريتها الحكاية هذه؟ لا ما قريتهاش، اما معناتها عملت تربص في معمل شفتها في معمل عجبتني الفكرة. اما انت متكونة في التطريز، زهلي قريت في قصر هلال قريت ما عندها مكونوناش في التريزة، قريت نسيج ملابس المعهد العالي دراسات تكنولوجية. هو الواحد ديما يفركس في طريق اللي ما سلكوش غيره فهمتني. أي. يبدأ هو الأولاني اللي ماشي فيه وذي الفكرة. اي اني عجبتني الفكرة لخاطر شفتها في قصر هلال اما شفتهاش معناتها في المنطقة نتاعنا احنا لهنا مش موجودة فرد مرة. وتحصلت على قرض؟ اي قدمت الاوراق وتحصلت على قرض كبداية. معناتها هي البداية الكل في اي مشروع ديما تبدأ البداية صعيبة، وبعدين معناتها اقل شيء عام باش تبدأ تتحسن وتبدأ. تو الوقت الحاضر معناتها الواحد مينجمش يغلي في الاسوام نتاع المنتوج نتاعه، يحاول قد المنتوج قد الاستهلاك. يعني كل الربح يبدا ضئيل قليل حتى واحد يتعرف. اي الواحد كيف يتعرف في الوقت هذا معناتها حتى بالكميه تكبر الربح يزيد.